لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الجواهر العربية 2018، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن نجاح مملكة البحرين في المحافظة على الانفتاح والتنوع الاقتصادي ساهم في تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، وجعل المملكة وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والعالمي. قال سموه إن نجاح معرض الجواهر العربية في ترسيخ مكانته كحدث سنوي يحظى بإقبال متزايد على مستوى المنطقة والعالم إنما يعكس ما تشهده صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة من تطور نتيجة المزايا والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما وصلت إليه المملكة من مكانة رائدة في هذا المجال. أكد سموه أن تنامي نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات مؤشر قوي على ما تشهده من تطور مستمر في بيئة الأعمال في ظل التسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة، إضافة إلى تميز ما تقدمه من خدمات البنية التحتية واللوجستية وتوافر القدرات البشرية المؤهلة والمرافق الخدمية المتميزة من فنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بافتتاح معرض الجواهر العربية 2018 في نسخته 27، والذي يشارك فيه أكثر من 550 عارضا من 30 دولة يمثلون كبريات شركات المجوهرات والساعات الفاخرة والأحجار الكريمة والتحف الفنية وأدوات الكتابة الراقية. قام سموه بجولة في أرجاء وأجنحة المعرض، حيث اطلع سموه على ما يشتمل عليه المعرض من منتجات متنوعة من المعروضات الفاخرة للعلامات التجارية الراقية التي تجسد روح الإبداع والفخامة، والتي يحرص المشاركون في معرض الجواهر العربية على إبرازها بشكل مبهر كل عام. أبدى سموه إعجابه بما اشتمل عليه المعرض في نسخته هذا العام من معروضات قيمة، مؤكدا سموه أن معرض البحرين للجواهر بات علامة بارزة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات، تتسابق كبريات الشركات والعلامات التجارية على التواجد فيه نظرا لما يتمتع به المعرض من إقبال كبير على مستوى المنطقة. عبر سموه عن اعتزازه بالسمعة والمكانة المتميزة التي تحظى بها صناعة الذهب والمجوهرات في مملكة البحرين، ومشيرا سموه إلى ما تشكل هذه الصناعة العريقة من موروث حضاري وثقافي أصيل، إضافة إلى كونها رافدا حيويا مهما للاقتصاد الوطني. نوه سموه بجهود المصممين والمبدعين البحرينيين الذين يعملون على دمج التراث البحريني الأصيل في صناعة الذهب والمجوهرات وتقديمها في صورة إبداعات وصلت إلى العالمية. أعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم معرض الجواهر العربية والمشاركين فيه، مثنيا على جهودهم في تنظيم المعرض والتي تتميز بالابتكار والتجديد والحرص على إبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إمكانات متقدمة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات. من جانبه تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ببالغ التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه ورعايته الكريمة للفعاليات الاقتصادية الكبرى وذات السمعة والمستوى العالي من الأهمية مثل معرض الجواهر العربية، والذي وضع اسم مملكة البحرين على الأجندة العالمية للمعارض المتخصصة، ومؤكدا سعادته بأن هذه الرعاية الكريمة تعكس اهتمام القيادة والحكومة باستقطاب المعارض العالمية المتخصصة وتسخير كل الإمكانات والطاقات المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. وأشار سعادة الوزير إلى أن صناعة المعارض وسياحة الأعمال أصبحت اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، لافتا بأن التطور الذي يشهده قطاع المعارض في مملكة البحرين يأتي متماشيا مع الأهداف الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية للقيادة والحكومة والهدف إلى تعزيز موقع البحرين كبلد حاضن للاستثمارات والمشاريع العالمية بكافة المستويات، خصوصا في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها والمظلة التشريعية التي تتميز بها والتي تعتبر مصدر جذب لكبريات المشاريع العالمية والتي باتت تفضلها للعمل والإقامة ولمقرات عملها الإقليمية.
علامة للجمال والأناقة والذوق الرفيع الذي لا يختلف عليه اثنان، في تصاميم تميزت بالدقة وحملت أعلاها علامات تجارية فارهة في مجوهرات وساعات فاخرة وأحجار كريمة، ليشع بريق هذه المقتنيات ووهجها في معرض الجواهر العربية 27. هذه المعارض المتخصصة معارض مهمة جدا لاقتصاد مملكة البحرين، ومعرض الجواهر العربية معرض أصبح يعني جزء من قائمة المعارض السنوية في مملكة البحرين، وهو مكان للقاء المختصين في هذه الصناعة وكذلك أيضا المهتمين بهذا الصناعة من مملكة البحرين، ولنا تاريخ عميق في صناعة المجوهرات، وأعتقد من المهم جدا أن احنا يستفيد المختصين والشباب اللي عنده اهتمام في هذه الصناعة بهذه الصناعة حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم. أعتقد مملكة البحرين استثمرت في قطاعات اقتصادية كثيرة متنوعة، ومن المهم في الفترة القادمة أن نركز على مهارات الشباب في قطاعات وتخصصات مختلفة منها هذا التخصص. يضم معرض الجواهر العربية 2018 أكثر من 550 عارضا من 31 دولة لعرض أروع التصاميم الكلاسيكية والعصرية التي اتخذت لها اسما تعريفيا بمجموعتها لتستقطب زوارا من مختلف دول العالم. القطعة اللي دائما نسويها اللي هي اللي احنا نسميها يعني قطعة الأحلام، اللي هي قطعة من التراث، اللي هي القبقب والحزام والمرتعشة فهذه يعني من القطع اللي ميزت السنة كثير، لأن يعني اشتغلنا فيها مدة طويلة وبعدين إنه طلعت قطعة مميزة. قاعد نشارك السنة هذه كي المرة الخامسة بالبحرين، الحمد لله رب العالمين، بعقب نجاحاتنا بالسنوات الأربع الماضية ونجاحنا على النطاق المحلي موجود محلنا في مجمع المودا مول، الحمد لله شاركنا بالسنة هذه مع مجموعة خاصة وجديدة من مجموعة السربون، الأول مرة تنزل خلال شبه ألوان اللي هي باللون الأزرق اللي هو تركواز، وكمجموعة خاصة عندنا مجموعة البيوم جاي مع حجر التركواز. السنة هذه مركزين على السوليتيرات الأحجار الكبيرة، الألماسات الحبات الكبيرة يعني، سواء في الخواتم سواء في الأطقم، مميز عندنا أحجار كبيرة، يعني عندنا خاتم 11 قيراط ونص يلو فانسي دايمون اللي هو الألماس الأصفر، سعره 189 ألف دينار. على المستوى العالمي والمحلي تعد الجواهر والأحجار الكريمة استثمار ذو مردود اقتصادي كبير، وهي الصناعة التي تلاقي كل الدعم والإسناد لترتقي وتتطور بشكل مستمر لتسهم في تعزيز مكانة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار. الرقي والفخامة وحداثة التصميم عنوان حملته هذه المجوهرات لتكون السحر الجاذب لكل مار ومتريث في أركان هذا المعرض. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.